ونقول يا الله ونعمل بعض هالحركات البسيطة اللي هتوسط الدورة الدموية وهتشيل هالاحتقانات شوية وهتساعد الجهاز اللمفاوي يشيلكم هالسموم فقط ويريح العضلات والأعصاب. هذا كله بس في حركات، هاي الحركة بدها تنعاد 10 مرات، هاي الحركة من فوق لتحت بدها تنعاد 10 مرات، تحطوا كل ايدكم على وجهكم وتمسحوا مسح لتحت، بتحطوا من الجهة الخارجية وبتسحبوا لتحت، بتعملوا لفروة الرأس، بتحطوا أصابعكم بين فروة الرأس، بتحركوا أصابعكم على فروة الرأس، واحد عنده وجع رأس، يعني ما بدي أسوي هاي الحركات. طب انا بضلني اسوي تا انه اضمن انه راح وجع الراس، ايش ما حيقول لي الدكتور حسوي، فبعمل هاي الحركات او اجيب الفرشاه اللي فيه لها اصابع هيك وبصير امشط في شعراتي او اعمل في الشعرات اللي اعمل مساج لفروه الراس ضروري جدا. خلصنا من الوجه وبعد حركات المساج لعضلات الوجه ولا المناطق هذه اللي اهم شيء اللي تحت العنون، الجيوب الانفيه هي تتحرك مظبوط اللي نقدر نتنفس احسن. خلصنا من هاي المنطقه، لازم نعمل لمنطقه الرقبه، يعني منطقه الرقبه اذا واحد بيقول لي بدي اخفف من وجع الراس وما اشتغل على منطقه الرقبه لا فينا ولا في شغلنا، لانه ايش ما بدنا ناخذ مش حيوصل لدماغنا، وايش موجود بروتينات سيئة ومواد ضد الأكسدة لسه بين خلايا الدماغ مش هتقدر تطلع لبرا بشكل سلس وسهول. يعني عملية التنظيف إذا لازم أبلش بتغيير الرقبة. خلصت الكمادات المياه الساخنة، عملت الزيت، فحط إيدي نفس المبدأ على واعمل أي حركات، بس حركات تاعك اللي عملية تليين ولو بشكل بسيط على هذه العضلات المهمة، الاسترس مصل تاعت الرقبة وتاعت الأكتاف. هذه بدي بس أعمل عملية تعيش بمجرد ما حطيت إيدي، حتى لو بدون زيت، بس إني أحط إيدي وأعمل عملية عجن بس لحد ما أشعر في ألم بواقف وبرخي وبرد أضغط وبرخي. هاي هي عملية عصر وارتخاء، عصر وارتخاء، هذا حينشط وحيرخي العضلات المتشنجة. أي واحد في عنده ألم في منطقة الرقبة اللي هتعطي آلام لوجع الراس وبشكل كبير في المنطقة الخلفية، المنطقة العلوية شوية، منطقة الجنب، هذا شائع. أي واحد عنده مشكلة في الرقبة تقريبا 98% لازم يكون عنده وجع راس، فيش يعني هذولا مع بعض، الرقبة والراس، وجع الرقبة ووجع الراس. خلصت المساج هذه وركز على نقاط حساسة التايجر.